عشان الحقيقه بعض الزملاء طلعوا وزي ما قلت كلنا بنجتهد يعني، كلنا بنجتهد. وانا على كلامهم الحقيقه اجتهدت، لان اثق جدا في الكلام اللي قالوه يعني. هي الموضوع تصاعد والموضوع زاد ليه والموضوع كبر ليه؟ لانه لما حصلت المشكله في اوضه للمراقب، المراقب كان الاستاذ محمد ياسين، وبيدخل معاه الاستاذ وليد مهدي، وكان معاه الاستاذ محمد مراد، بقول لك بالاسماء. وحصل الرجل الذي غضب لمجرد انه كان يرتدي فانيلا حمراء، فاصبح من العيب في هذا الزمن انك تلبس فانيلا حمراء، اصلها لون فانيلا النادي الاهلي، فده عيب. انا خايف يجرموها او يحرموها او يخلوها من الكبائر، جايز في اللي جاي يعني، ربنا يستر. ممكن في ناس بقى دماغتها قد كده يعني، اقولها قد كده يعني. ف السيد المراقب جه الراجل اللي تم الاعتداء عليه وقدم له الاعتذارات الواجبه واللازمه، وجي كابتن حسين لبيب رئيس النادي الاهلي وطلب منه تقديم اعتذار حتى ينتهي الامر يعني، خلص الموضوع واحنا حبايب والعلاقه والود. فكان هناك رفض قطع لتقديم الاعتذار، لانه اللي اتنقال له احنا ما عملناش حاجه واحنا اتظلمنا، وده واحد قال لك ده كان بيستفزنا وطول الماتش. وعلى فكره الراجل ده ملوش علاقه خالص بالمباراه، هو له علاقه بالتنسيق اللي داخل الملعب يعني، ما علينا يعني. ماشي. وحصل بقى وتصاعد الامر وبتاع. هدي لك بقى سر من الاسرار ومحدش يقدر يكذبني في اللي انا بقوله ده، انه انا بقول لك كان في ثلاثه موجودين، مراقب المباراه الاستاذ محمد ياسين، الاستاذ وليد مهدي، والاستاذ محمد مراد، ان السيد المراقب كتب كل صغيره وكبيره وارفق تقريرا وارسله الى المسؤولين عن المسابقات في الاتحاد المصري لكره القدم. تاني، مراقب المباراه كتب كل الاحداث بمنتهى الامانه، وهو مش هيقدر يطلع يقول لي لا في اللي انا بقوله ده، كل الاحداث بمنتهى الامانه، وارسل الى المسؤولين عن المسابقات في الاتحاد المصري لكره القدم، قالوا له الكلام ده دلوقتي مش وقته، مش هنعمل بيه حاجه، فالكلام ده دلوقتي مش وقته، بل ان مسؤولا كبيرا في الاتحاد المصري قال له لو سمحت بلاش الموضوع ده دلوقتي، انا بقول كلام وانا مسؤول عنه، واتحدى انه السيد مراقب المباراه يكذب كلامي ده، بلاش الكلام ده دلوقتي، ده عشان موضوع التقرير. ادي قصة. القصة التانية انه كابتن ابراهيم نور الدين مشكورا خد اللعبة بتاعت التسلل بتاعت بيراميدز، وانا بقول لك اهو بتاعت التسلل، لانها احتسب التسلل، فاذا الهدف تسلل. طالما احتسب التسلل وفي فار عليه محمود عاشور ووائل فرحان، فابراهيم او الكابتن ابراهيم نور الدين خدها وراح الفندق للسادة المحللين والسادة الضيوف اللي طلعوا في البرامج ورى لهم اللعبة وشرح لهم اللعبة. وفي الاجتماع اللي كان معمول للحكام مع اللجنة الفنية، سواء كابتن محمد فاروق رئيس اللجنة او اللجنة الفنية برئاسة الكابتن ابراهيم نور الدين، قالوا انه اللعبة تسلل، مع عدم وجود قناعات من الكابتن محمود ابو الرجال المساعد. انا بنقل لك كل ما قيل يعني، لكن هم قالوا انه محمود عاشور صح، وان الكره تسلل، وانه قرار الفار كان صحيحا بالغاء الهدف. فالكابتن ابراهيم نور الدين عشان معظم الساده المحللين طلعوا تاني يوم او يومها بالليل عفوا، وقال لك انه الهدف صحيح، حتى ان بعضهم اعتذر زي الاستاذ فتحي سنة مثلا حسب ما قريت يعني. أنا بقول لك تفاصيل وكواليس الكواليس.
هو قال لك هنا ان هما الاثنين كمان، قال لك الاثنين كانوا سابقين سواء يوسف اوباما او المهاجم الثاني، وبالتالي انه الهدف تسلل، وعشان كده عاشور ما خدش وقت في الغاء الهدف. هناك من اقتنع، هناك من لم يقتنع، لكنه هو الراجل يعني بيحاول يعمل خدمه خمس نجوم. ده بس بيفكرني باهداف كثيره جدا ولاعبات كثيره جدا، ظل الجميع حتى هذه اللحظه يكابر وبيعاند ويقول لك لا واصل والحدوته وبص والظلم ومش الظلم والليله، لكن انا ابراهيم نور الدين بنفسه خد اللعبه وراح وراها له. ده في زياره داخل المعسكر او داخل فندق الاقامه للساده الضيوف المحللين والصحفيين اللي طلعوا في البرامج.